وعليكم السلام يا حاج. تفضل تعطينا 5 كيلو طماطم. حاضر لامبير. هاي عاشك الرجال الخضره. نحى هذيك نحى. لا هذه نحى نحى هذه لامبير لامبير. عبي عاد عبي عبي عاد عبي عبي نحي هيك نحي باش. هاي تفضل يا حاج. الله يرحم والديك الله يرحم والديك. هاي بارك الله فيك بارك الله فيك. شنو هذا شنو هذا الفلوس؟ شنو هذا 15 مية يا ولد ب 3000 قيل. شنو ب 3000 شنو ب 3000 ما 3000 ليه مدهون بالعسل هذاك هو. يا واش بك العديد مش ب 300 لا لا كذا ب 15 يا ولد باش تحكي ب 3000 ليه ب 3000 الرقم احسن من طر الصب جمعتين المية مش يهزنا يا ولد عليك. يا ولد هاي خلصني وسقد لي روحك عجب. هذه كيفاش ب 3000 اخويا تمطر هي موجوده ربي عاطي خير حتى نطر سرقوها. يا ولد مش مات مراهي مات 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 مراهي. يا ولد مش قلت زريعه راه هاي يمشي. شو قلت زريعه هذا خير طلع تو دكيتها في الزريعه. هذا حتى زريعه مستلمه منكم والحق نتاع ربي راهي زريعه نيتنا. يا عجبك هجي ما تبيعوش بالبرج برج تعرفش كيفاه. تفضل قديش هذاك؟ 15 مية ترى ساشي ترى ساشي شو 15 مية هذاما؟ هذاك 15 مية شك شك مش تولي ب 15000 هذاك هو. يا رسول الله يا رسول الله معنا مواطن مش ناخذوه مباشرة من السوق. شنو رايك في الأسعار؟ والله الحق نتاع ربي الأسعار في المتناول. حق نتاع ربي الفلفل مشانقش غادي ب 2600 الطماطم ب 3000 صوم الحاكم باه باه الحمد لله والله الحمد لله كل شيء في المتناول حاصيله حق نتاع ربي الشعب ينجم ياكل. انت ايش اخذيت بالضبط؟ انا والله اخذيت طرف طماطم وطرف فلفل ان شاء الله ان شاء الله من هنا للشراط الشهر مش الا من طرف شكشوكه مش طيب طرف شكشوكه طماطم هاي هاي الفلفل اللهم صل على النبي موجود موجود خيرات السبعه موجودين. الحق نتاع ربي الحكومه نتاعنا عندها برنامج يدوخ نصور ان ثم نسبه من الشعب كبيره داخل حسب الحق نتاع ربي كلها داخل كلها داخل فالباطل كلها داخل كلها حاله فامها بس وين باهيه. والله تنجم تعمل دوره في المرشي تلقاها الناس الكل داخل حاسيله. بارك الله في الحكومه على الدوخه اللي ركبتها لنا. بارك الله فيكم اخوي بارك الله. شايف روحك الدوخه. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا ما يسالش نعمل شمه؟ نعم. ما يسالش نعمل شمه؟ انت شو تشم يا ولد؟ شم ونتعدى على روح الشم. ايه الحم ياه الحم ياه الحم الحم يا عيشة وينك يا عيشة شهرين ما كليتيش الحم يا عيشة. دي برا صيبنا يا حاج عليها. انا معاش خالتي العشك شوكة يا عيشة. دي برا خرد على راسك بعيد يا حاج صيبنا. الحم الحم يا حاج برا صيبنا. الحم معاش وينك يا دي صيب يا حاج صلي على النبي برا مشي. خبر قلبي في الحم برا صيبنا يا حاج. سايب الحم سايب الحم سايب الحم ودي سايب يا ودي يا حاج سايب سايب الحم يا ودي سايب سايب الحم يا طالع الحاكم سايب الحم ودي سايب سايب الحم ودي برا بعيد سايب الحم في بارك بعيد سايب الحم ودي برا بعيد سايب الحم لا تصلي على النبي. حاجة السلام. السلام عاش ولدي. انت معنا على قناة جنوبية في برنامج طلع تربح. طلع تربح شلا تربح عزيزي هنا وش نقول لك عزيزي؟ طلع تربح يا عاش ولدي شلا ولدك مبروك. باش نسألك سؤال فيه 200 دينار. هاي جنوبية سلام. سلام. السلام ساعة تو نجيك انت. عايشك عايش ولدي يا ربي شلا ما عايش ولدي يا ربي. لا سؤال سهل سؤال سهل مش صعيب. حاجتنا تسمينا 3 أشهر هجرية معناتها بالعربي كما نقولوا احنا. رجب وشعبان. أنا رجب وشعبان ورمضان. 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 رجب وشعبان. ورمضان. يعطي صحة اختفى الإجابة منه. لا لا أنا ربحت. لا عتبي. ناس اللي. اختفى الإجابة. لا. ناس جاوبت قبل. شكون جاوب قبل؟ والله جاوبت قبل. والله. ما تحيش عليهم راه كبيرة. لا 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 لطف عليك. أم صغيرات. أم صغيرات.
ويتيم ونام في اليتام. انت كنت تحب الربح انا جاوبتك قبل ما قبل قلت لك رجب شعبان. لا لا انا قبل والله جاوبت قبل. لا قلت لك رجب والله جاوبت قبل. قلت لك رجب وشعبان ورمزه. اي انا قلت انت اللي قلت. لا 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 هي قالت رجب. اقسم بالله. لا 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 انا قلت لك رجب وشعبان ورمزه. قلت لك رجب وشعبان اقسم بالله والله العظيم. واو نار سوق. لا لا انا شادي بالسوق. انا اسمع له حتى خدم ما سمعتش. اقسم بالله اقسم بالله عاودنا وربي ليتام. انت بتتعب تعاون ليتام. انا قلت له انا راه مسابقه مش نتاع ليتام ولا واحد. انا سالت سؤال عليك بطاقه ولا شكون جاوب له؟ هو يظهر لي جاوب له ولا حاج والله. والدي قداش هذوما شكون جاوب له؟ انا لو انت والله 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 لا ما تسلمتش. اسمع نقول لا 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 اسمع نقول انا لو شبيك وزو شبيك هك وصلتك ربي. لا ولا لا حرام عليك خصم حرام كنت مش فاهم. لا ولا حرام عليك عهد ولا لا عهدك في الله عهدك في الله وخلي خدم يا بعدين فايت اني عاد هذا عاد هاي 10 ريال. لا ولا لا ما نعطيش 10 ريال ولا ينزل لا 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 انا قلت لك دوك لي الحرام قسما عادك انا لو دوك لي الحرام على الله. انا عادك بربي راك نعبر فلوس نعم بو هذا فلوس اعطيه 10 كيفاه هاو والله يا حاجه جاوبت. لا والله لا عليك بطاقه ولا عليا بالله عليا بالله عليا بالله قدام ربي قدام ربي حاسبني لذا ما جاوبتش انا قبل وجاوب فيك بغاد وانا نكلم فيك والله انا جاوبت اقسم بالله على العظيم انا العهد وانا الفلوس نعم بو قداش تعطيها قداش تعطيها؟ لا ما تزيدهاش 10 لا لا انا سطع فيك صرف ما عنديش زيد اخ اقول شبيك انت تاخذ زاد 100 كيفاش اسمعني تحب الشطر لا 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 تو انا ربحت مش عارف راه العهد من عندي من عندي وعهدت بالله وعهدت بالله وربي هذول انا جاوبتك عهدت بالله اقسم بالله ولا رسول ولا لو انا لو انا لو والله اقسم بالله يا حاج اسمع قول انا حرام على صغارك وراه حرام عليك الحرام انت مش لا لا انت مش تقول الحرام انا عندي ثلاثه صغار لا قسما بالله انا جاوبتك لو جل انا اقسم بالله انا عندك صغار حاج عندي مثال يعني ب 8 8 على الراس 2000 نعطيها 16 عام 20 هذاك خذي لا 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 ما تعرفش لا 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 قلت لك وراسها العهد من عهدك برب والقران والرحمه انا جاوبتك لو يا حاج لا 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 يا جاوبتك لا 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 عندي فيك يا بنت والله حرام عليك قسما ربي يا حاج هذا عهد عهدك في الليل والله العظيم انا جاوبتك بس يا حاج يا حاج انت غلطت رايا اين قلت رجب شعبان ورمزه انت قلت لا ولا لا والله العظيم يا حاج لحظه اسمعني خلينا انت قلت رجب وانا قلت له شعبان ورمزه كنا نقول يا 10 20 اعطي 20 اسمعني والله لا تمشي لا يا حاج عندي والله ما تمشي هذا العالم كله اسمع فيه والله عندي شويه انا جاوبت له اسيري سيري اكتب الشطر على 10 الاف وما عادش نزيد هكا هو قسم يا حاج قسم برا ها عليه حرام عليه حرام عليه يا حاج والله انا جاوبت ولا سولت هذا يا عهد وعهدك في ربي امنوا هذا عهد وعهدك في ربي انا جاوبت هذا معلم مش مدخلك انت انا اللي اعطيتك 30 ناس مدخلك ما تدخل سبع يا معلم لحظه ما غير ما تدخل ما غير ما تدخل يا حاج خلص والله يا حاج هو كلمني راه جاوب الاول ليش جا من لحظه جاوب الاول ولا لا لو انت حاضر الاول ها انت حاضره ما تعرفش انا حرام عليك ما تعرفش الحاجه زاد ايش قلت انا جاوبك بربي انا مصلي نعرف ربي انا بدي اصلي يا حاج لا 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 هي انا صلي تعمل الحرام تصلي تعمل الحرام حرام شيء هي حاجه من حاضر انا جاوبت تعرف كيف اعطيهم لا 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 اعطيهم لا لا ما ناخذش ليه ما ناخذش ليه اعطيهم لا 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 ما ناخذش على خاطر حرام حرام شهاده حق هذيك الشهاده حرام اي شهاده سماك هي حرام حرام عليك انت حرام عليك صلي يدي آه صلي فيش والله لك انا قسمتك برب كلمه واحده انا لو لا 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 والله انا يا لو انا لا ولا بتاعك تتكلم انت شو تتكلم عرفتي بتحكي كاميرا احسن حتى تجي شو بك يا زلمه ها تبع
هاك تحرمي هاك تحرمي هاك تحرمي يمين هنقول هنقول اسمع هنقول هذه ساعتي حتى واحد بطل ثم عرف انا جاوبت له ثم عرف والله يا له والله لا هو الاول هو اللي تكذب انا كذاب انا الشاري انا كذاب خلي تصلي انت ولا لا تصلي عزيز انا بعدك حرام بحرام استني خلي عشر يلا يا رب والدي انا بقلك خلي يخلص انا رب والدي انا رب عمل فاتح انا شرط بغاك جيت لي من هنا اذا كانت ما شفتش الاول شكون كلمك انا يا تهل وبون صلي ولا لا هي صلي شكون كلمك ما تصلي حتى صلي ولا ما تصلي قال بالحال مع الراجل شكون كلمك انت شكون كلمك كلمك انا وش قلت جاوبت كذا جوابات لا 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 هذا لو لا لما رقت بس من غير وصل لك من غير وصل لك مرة لولا كنت من غير وصل لك هذا وصل لها واحد مرة لولا وسأخذ بحرام بحرامة يا حاج ليه أنا دافع كمان أنا دافع يا حاج عسلم أخي كمان خفي أنا شاركتوا معنا اسمع جل ربي يربحكم أنت حبيت تربحني وين كمان خفي تفضل تفضل سيد رئيس البلدية المنتظر تفضل مرحبا بك سيدي تفضل يعطيك الصحة يعطيك الصحة على القوادة والفارينة يا معلم شنو القوادة والفارينة أنا كيما نقودش يا سي مجدوب والله ما عندك شي فكرة انبيت نجرش بدني كل ياكل فيا يا سي مجدوب راني انبيت الحق ونجرش الماكلة 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 تصور راني ما ناكلهاش تصور انفزع قبل الليل نعجن في الفارينة يعطيك الصحة يعطيك الصحة تعرف أمثالك هم اللي مش يوقفوا البلاد على كرعاها انتم راكم عمادة المستقبل والحاضر والماضي بلي تصور كان جت بلادنا ما غير قوادة انا نضمن لك راه ما ثم حتى وزير وحتى معتمد وحتى والي ما يشدوش حتى نهارين انا نقول يا ودي انت يا سي مجدوب اللي بعثتك العلاية للهالية تفضل 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 هاي شنو اش عملت لي لمت لي البهايم الكل اسمعني راهي الحملة الانتخابية متاعنا متاع البلدية يلزم تبدا من هنا من البهايم لازمنا نقنعوا البهايم كيفاش باش يجددوا ثقتهم فينا ويعاودوا يصوتونا مالا هيا اسمعني احسب لي تو روحك بهيم انا من غير ما نحسب من غير ما نحسب يا سي مجدوب انا بهيمك اعتبرني بهيمك وجحشك يا سيدي زاده اللي باش يوصلك للبلدية هيا تفضل تفضل بهايم يتمنوا يخدموا معاي وملقين الظهر متاعهم للعصار اما انا اخترتك انت لا عرفتش علاش طيب هذا كلام يا سي مجدوب على خاطرني انا بهيم القصير بهيش صحيح بهيم القصير وعندك بزايد بهامه خليني عاد تو نرحب بالبهايم مرحبا بكم يا بهايم وبيك يا سي مجدوب امر انا متغشين عليك نعرف اللي انتم متغشين علينا على خاطرش ما نفذناش الوعود متاعنا وما وفرنا لكمش القرد والتنمية اما تعرفوش علاش على خطراش ثم برشا بهايم كيفكم ما خلوناش نخدمو وما خلوناش نقدمو بالبلاد ولامونا كيفاش دخلنا في شراكة مع النعاج احنا رانا اضطرينا باش نخدمو نعاج وبهايم باش نخرجوا من عمق الزجاجة وحققنا الاستقرار لهالزريبة وعايشناكم في امن وامان تنكروا هذا لا دهمش عليكم حيوان لا احنا صحيح راهو خليناكم ناقصين علفة وقرد لكن الله غالب هذه كلها راهي عوامل مناخية راهو حتى المطر قل ما عادش مطر وزيد حتى رفة المياه اللي تصب راهم ترقوها راهو حتى السحاب تسرق يا سي مجدوب سير واحنا معاك بالبنتين سي مجدوب سير واحنا معاك بالبنتين يا سي مجدوب نحبك تقاوم الفساد شكرا
احنا رانا ما ترشحنا للانتخابات البلدية الا باش نحاربوا الفساد ونخدموا الدولة. احنا رانا قاعدين عاملين مجهود كبير باش نخرجوا من عنق الزجاجة، لكن برشا بهايم ما كانتش في المستوى. اي نعم ما كانتش في المستوى، وتحب نرجعوا للعصا جنابها تاكل فيها. احنا ولا البهيم اللي مش عاجبه، احنا مش يكون في بالك يا البهيم اللي احنا رانا وفرنا مزيد من الحريات للفرس. اي نعم، وزيد النعجة ولد فرد حق هي والكبش، وزيد رشحناكم الكاس العالم. اش تحبوا منا اكثر من هكا؟ اش تحبوا منا يا سي مجدوب؟ يا سي مجدوب المعيشة غلت شوي، ايه ماذا بيك عاد طيحنا في الاسعار؟ شكون البهيم اللي يتكلم هذا؟ ترى وريني وجهه ولا خايف؟ انا واحد من الناس قلبي يبكي دم على البهايم وعلى الشحوشه، على خطراش ما يلقوش الماكله وما يلقوش القرد. اما نوعدكم نيه، نوعدكم الانتخابات هذه الجايه احنا باش نوفوا بوعودنا ونعملوا برشا مجهودات باش نوصلوكم للتنميه وباش نوفروكم القرد. لازم يوصل لكل جلغه متاع بهيم، وبالنسبه البهايم اللي مش عاجبها تنجم تمشي تحتج. اي نعم عندها الحق باش تحتج وتطالب، اما احنا يكون في بالكم راهو باش نرجعوكم للصوت، وماكم تعرفوا الصوت وما ادراك عاد ما الصوت. الصوت لا، الصوت لا، ملا انتخبوا قائمة البهامة. لا انتخبوا سير سير يا سي مجدوب، سير سير احلى معا البهيم. يا حياة يا حياة يا حياة البهيم. هاي السلام. السلام، مرحبا. مرحبا بيك. ناخذوا من وقتك. مساش ما عنديش مشكل. مستربح راه في جرتنا. ان شاء الله ديما الناس كل رابحين. بسكليت شوي. السلام عليكم. لذا هذه خويا. سلام. جنوبية. خلص نحكي مع الراجل صح. مرحبا. خويا احنا قناة جنوبية مسابقة طلع تربح. مرحبا. لحظة قبل من هنا باش تشوفوك. مرحبا. باهي عندنا سؤال باش نسألوك. تاخو عليه 200 دينار. 200؟ سؤال سهل مش مهم، خلنا نسأله خلنا نحكي معه. باي عنا مش سميني 3 أشهر هجرية، معناتها بالعربي كما يقولوا احنا رجب وشعبان ورمضان. رجب شعبان ورمضان. يعطي ورمضان. اختفز لي شاب خطا. ياسر فيكتور ياسر فيناي ربحت انا ياسر فيكتور. لحظة شو هو مش معاك ولا مش معاك؟ مش معي. اي جاوبت ولا وصلك انت وساليني؟ اذاع الناس كلها خذا عمر ما معلم لاباس. بص على بالك بشوية يا معلم لاباس. سايب كانوا فلوس يا ودي. لا بشوية ما نعطيش فلوس. ربحتهم. هو مش ربحتهم يا ودي. شنو نقص؟ باهي سايب اقسم معاه يا معلم. انا اعطيه 10,000 ما نقسمش. لا انا نطلب عليك 10,000 يا معلم. مش عندك فلوس انت. هو سامحني هو سبيك تزن بشوي عاد بشوي بيك يا ودي. ربحت زيد 10 باهي. ما عندي شاركتوا معنا بالكاميرا الخفية. كاميرا خفية الجنوبية. جل المبارك مبروك. لحظة. مرحبا بيك. نحوالك أخوي. أنت معنا على قناة الجنوبية. مرحبا يا أخوي. في مسابقة خاصة في قناة الجنوبية طلع تربح. ليش بيه؟ نسألوك سؤال. سلام حاج، باش نسألوك سؤال. عليه 200 دينار ربح. نعم موجودين. سؤال سهل مش صعيب، ركز معي حل مخك. سلام، خلنا نحكي مع الراجل. باي مش تذكرنا 3 أشهر هجرية، معناتها كما نقولوا احنا بالعربي 3 أشهر بالعربي. ترى ركز معي. لحظة شغلت لي ورجب ورمضان. يا ودي بشكون يكلم؟ انت بشكون تكلم؟ طب بشكون تسأل؟ طب يعني نسأل فيك. جاوب قبل له. تسألني انا شو بدخله هو؟ تسأل فيا. مسابقة. هي مسابقة. مسابقة 200 دينار. يا ولدي برد عاد. انا راه انا ربحت معلم. انا جاوبت. وين اقصد ربي برا؟ وين اقصد ربي؟ سامحني راه هو اللي جاوب قبل. شكون سأل؟
يعني هو مش جاوب اللي جاوب. انا قلت شكون ماشي جاوب. ايه طبعا انا مازلت ما جاوبتك شو الاخر خدام من فمي دول. ايه هو جاوب عاد. ها قعدت واحد فيهم. ها قعد يستنى فيك جاوب. تصدق. يا ودي يزبر. يا ودي يزبر. انا من بعد عليه تقطع في الارض. يا ودي يزبر. علي تقطع في الارض. يا ودي عنده هو 200 دينار. لا لا مش هذي سبب ما برجع. والله يا حرام علي. يا ودي برمش يا ربي. يا ودي جاوب انت قعدت. والله انت قعدت ما والله ما قمرقتهاش اللي جابها انت. ها القاها ها القاها اللي جاب. يا ودي يز سيب. يا ودي يز برمش يا ربي. شكون القاها اللي جاب؟ انا هو الخيط. انا هو الخيط. شكون القاها؟ يا ودي بروح. يا ودي بروح. قسما بالله لحظه ما غير والله حرام عليك تحرمني من يا ودي مش حرام عليك. خلي مادام اربح اربحهم عادك او مادام اربح حابين احيهم ما يحرم عليك. لا احنا نجبر نقصوا من وياه كما علاش جيت برج عليك تو ما برجتش عليك. جاوب خلي شد خلينا نمشي عاد خلينا نمشي هذيك. يا يا انا ضرب انا كاميرا كشي كاميرا كشي كاميرا كشي كشي بتاع كاميرا كشي كشي على خليط الجنوبي. نعمل المرجوعه بر المكتب الله غال نصبر شوي بالوقت هذه شايفوا لي ريشة الحليب حليب مفقود. والله شيء غريب قول العباد تفهمش نقعد كل واحد نحلف له واحد والله لا ثم حليب والله مقطوع الحليب شيء غريب. خويا بروا للحكومة يبروا للحكومة خويا احلبها خلي كل واحد نحلف له واحدة ولا بروا للبر اللي عندنا اسهلوه علاش الحليب ما ثماش جايني لينية شيء غريب. والله الحق نتاع ربي شيء يدور في البلاد. طيب يا رسول الله البقر موجود والحليب ما ثماش المطر سيف كامل ويصب وبعد تالي يقول لك الماء ما ثماش الوتلاوة معبية والفلوس ما ثماش. يخلي بيتهم يخلي بيتهم والله العظيم باش يهبلونا راهم باش يهبلونا. هاي صباح الخير صباح النور صباحك دقلة يد 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 يحبس غاد يحبس غاد يحبس غاد. الحليب ما ثم الحليب مقطوع الحليب مقطوع. يا الزينة عاد يا الزينة سي ابراهيم راك حاج عاد باش تحلف بكذب الحليب مقطوع او نكذب عليك نكذب عليك اسيد راس ولادك وراس سمك هذيك وراس سم الغالية والكعبة الشريفة وبيت ربي هذيك اللي مشيت لها وشيت لا ثم هاي. يا ودي يزي راك حاج بيت ربي يا سي ابراهيم زدتك حاجيت شوف لنا عاد شوف لنا. يا ودي والله لا ثم حليب اخي نكذب عليك يا ودي ماشي غاد ما ثمش والله ما ثمش تو نكذب عليك ليه؟ تكتب بالرسمي يا جنوب والله يا ثم يا رب تتغسل بيه لا ثمها يا رسول الله. تغسل بيه هكا تو احنا ما لقيناش الماء تغسلوا بيه باش تغسلوا بالحليب. يا ودي ما ثمش الحليب مقطوع راهو الحليب مش قاعد يوتم مش متوفر. هاو الوزير قال لك متوفر. خلوا بيع وذني خلوا وذني نقول له هكا هو قول لي الوزير اخويا بروا له الوزير بروا شدوه هالوزير اللي قال لكم الحليب موجود بروا شدوه بروا شدوا الحكومه احلبها ماو جايين سي ابراهيم ولا بيت لو على الحليب ومشي الحين للريق نتاعي بروا شوفوا البقره شبه جاي لي ليه عجب تو بقره الدوله ما عادش تجيب الحليب مانيش فاهم تو مش تكوخر الواحد في البلاد عارفكم حتى انا عارفكم ماكمش فاهمين يا سيدي يكون في بالك اللي البقره راهي شايف البقرة راهي شارب العم والجماعة حلباها مصاها صارت حلبة العم حلباها مصاها لكن كاها رضعاها يا ودي كل واحد عامل كاوتشو من هذه البقرة يجبد في الحليب الناس كلها تجبد في الحليب راهي شبيك الناس كلها تحلب على بعضها شبيك الناس كلها تحلب احلب 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 يودي تضرب وضرب حليب الكلاب واش خاصتك انت تلقاها تحليب الكلاب ما انا نشوف لي حاطه بيكو تاع كلاب اسي ابراهيم يودي والله لا ثمها الحليب يا رسول الله برحمه امك فوز وراس امك انت الغاليه لا ثمها والله لا ثمها حليب يا اخي نكذب عليك نيطو
ترى تخليني نعيط هكا يا رسول الله. هكا شاد صحيح. يا ودي ما ثمش حليب، الحليب مقطوع ما ثمش. نكذبوا عليكم تو حنيا نكذبوا عليكم. بص شبيه؟ انشراحة. شكون؟ انشراح للطبيعة في الشراب يا جد. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، اللي قدر الخير النهار اليوم. السلام عليكم. أهلا 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 وسهلا. مرحبا يا انشراح. أشرق الأنوار. أهلا وسهلا مرحبا بيك. لحوالك. أهلا وسهلا، دور لي جاي، دور لي جاي. بابا بابا كي ضبط كل ملحة. أهلا بيك أهلا. وينك يا مدام لاباس؟ وينك أنت؟ شنو حكايتك يا بابا؟ تلعب في الحمرة كحلة معايا ولا كيفاش؟ لا والله لا عيب عليك. شنو والله لا تحلف من فوق؟ لا والله لا. بيه انشراح. يجي يشري ويكردي ويروح، يكردي ويروح. يكردي في الشراب. غدوة كردي في الشراب. صار عليك. لا والله كعبة تساني كعبة يا مدام. لا لا كعبة. والله ما صبوش. براجة ضمتك الكراسة قداش نسالك. وراس ولادي دوما يصبوا راس الشر ويصبوا. هذيك اللوخ. هاتوا يصبوا هاتوا يصبوا هاتوا يصبوا. والله ما صبوش. هذا عهد يا سبراي دوما يصب وصب لها هاكا وقول لها تقعد نائم عاش طبيلة من يصب لك فلوس برا برا يا حاج يا حاج ساعة مبروك الحاج بارك فيك عاش بنت عشان ربي يتقبل منك عايشك عايشك هاي ماكلة هو بالهف بالهف السيد راحك انت شبيني نيزل هاي ليش شبيني نيزل جب بزيلك حارتين حط انت باب ها والله الزلع حارتين يا شي راح انتقل لي انت تحبي مني تعال نعم استاذ نكذب على العباد تعرفني عادي ليه ليه تعيش نسالك حارتين تعرف وقتين يا شيخ وقتين جزت بقبل حماد حجب بجمعتين اه سبراي لا تسالك انت حارتين لا لا والله لا صار هيك عندها حق لي راهو الحجه جاتني على غفله والله دير لك هكا الفدول وهدول خلص روحك قبل ما تحجني نعرف لك خلص روحك يا شيخ ما بيناتناش يا شيخ تهم بيناتنا تو لا والله اللي جايبك طرف بخور وطرف لواحد كل نهار يقول لي تتعدى نمدهم لك الا غير الحل مشكل ما تخافش تتحل بالنسبه لك انت تحل تعرفش كيفاه اعطيني بهم حليب هنا يمشي هذا في هاب اشرب بالحليب باهي يمشي شراب في الحليب وقع وعطاها ستيكه ستيكه شراب لي يعني وستيكه حليب اسمع يمشي شراب في الحليب يمشي شراب اعطيني الحليب يا والله مقطوع انشراح خليني اكذب عليك برا صايب علينا على اللوخة قال لك الحليب مقطوع منين مقطوع على اللوخة انت شاورا جيت وليني يا اخي مدرقها البقرة عندي ليه اسمعني اللوخة اللي مدام الله يعلم بها منين تجيب وتتعب تجيب في الشراب وتجيب في الزطلة وتجيب كذا ما تفقدش في تونس وين تفقد الحليب نيه عمري كامل نخدم في النوار لا نهار لا نهار السلعة هو قال لي الحليب مقطوع فجيب لي فيك نتاو تجيب لي الحليب شنو مقطوع كما موجود الحليب رانا عليكم مدرقين عليكم الحليب طيب والله ما حكي فيك انت مدرق شي راح ما تمش شو هو الحليب مقطوع سلك مع انشراح يا انشراح اسمع اسمع شان بقد في العشية تعدى لي الكاميون تاع السلعة فاجيب لك ستيكة خد دبر راسك ها لا لا حاشتها بالحليب تو يا ما عنديش حليب منين نجيب لهم ما تحاشتها بالحليب شديتوني يا ودي اه نقول ولا خلص البقرة عقرة تاع البقرة غرزت بالله هلا غالي شنو يعملون نحبها بالسير تو نكذب عليك راجل تولي وتولين حاج بيت ربي وراس ولادي وراس الكعبة هذيك لا ثم حليب راهو مقطوع ماهوش قاعد يوصل الحليب كل نكذب عليك يا انشراح تعرفوني نرد عليك كبيناتنا هنا بيناتنا حليب ما بيناتناش راه حليب نكذب عليك لي تو حالة حليلة حالة مكرم بالله العظيم البلاد حلبه بالله عاود هذيك كيفاش احلب احلب شنو هي؟ لا البلاد تحلبت كيفاش تحلبت تعال احلب 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 احلب